لأن أبي أعظم مني. قال الرب يسوع لتلاميذه: لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سمعتم إني قلت لكم أنا ذاهب ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني قلت أمضي للآب لأن أبي أعظم مني. يوحنا 14 وعدد 27 و28. هذا النص يعتبر من النصوص التي دائما ما يستخدمه منكروا لاهوت المسيح، ابتداء من أريوس وغيره من المسلمين، من من ادعوا أن يسوع المسيح أقل أو أدنى من الآب. لكن ماذا تعني عبارة يسوع المسيح الذي قالها أبي أعظم مني؟ هل قصد المسيح أن يؤكد على أن الآب أعظم منه من حيث الجوهر؟ أم قصد أن يؤكد لتلاميذه أنه مجرد إنسان عادي كباقي البشر؟ أم أن هذه العبارة لا تنفي لاهوت المسيح بل في الحقيقة تؤكده؟ لمعرفة معنى هذه العبارة أبي لأن أبي أعظم مني، دعونا نتفحصها بدقة لنعرف معناها وماذا قصد يسوع المسيح منها. أقول بعض الحقائق حول عبارة أبي أعظم مني. أول حقيقة، حقيقة لغوية. كلمة أعظم في اللغة اليونانية هي ميزون، لا تعني العظمة من حيث الجوهر، لكن تشير إلى الأعظم من حيث المكانة والحالة. الرب يسوع نفسه استخدم نفس الكلمة عندما تكلم عن يوحنا المعمدان، عندما قال: الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. متى 11:11. إن عظمة يوحنا المعمدان لا تكمن في كونه مختلف عن باقي البشر من حيث الجوهر، فهو إنسان كأي إنسان عادي من لحم ومن دم، لكن أعظم من حيث إيه؟ من حيث المكانة والحالة، فهو من حيث الإيمان والدعوة الإلهية والرسالة أعظم المولودين من النساء. كما قال الرب يسوع أيضا في موضع آخر: ليس العبد أعظم من سيده. فالعبد والسيد هما من جوهر واحد، الاثنين بشر، لكن العظمة هي في المكانة وفي الحالة، فالاثنين واحد لكن مكانتهما وحالتهما مختلفة. أبي أعظم مني، أن الآب أعظم لا يعني هنا من حيث الجوهر، فجوهر الآب هو نفسه جوهر الابن، مساوي للآب في الجوهر، لكن من حيث الحالة فالآب في السماء أعظم من الابن، وهو في حالة الاتضاع، لأن الابن أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، في رسالة فيليبي أصحاح 2 وفي عدد 7. في نفس الآية اللي اتكلم عنها الرب يسوع وقال لأن أبي أعظم مني، قال لتلاميذه إيه؟ لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني قلت أمضي إلى الآب. والسبب لأن الآب في حالة المجد في السماء أعظم منه في حالة الاتضاع على الأرض. فيسوع عائد إلى المجد والبهاء الذي كان له عند الآب قبل كون العالم، هذا المجد الذي تركه عندما أتى إلينا وصار جسدا وحل بيننا. فقد ارتضى كلمة الله الأذلي، شخص المسيح، أن يرتدي رداء بشريا محدود دون أن يؤثر المحدود على غير المحدود. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. عشان كده عبارة لأن أبي أعظم مني لا تشير بأي صورة من الصور إلى أن الآب يختلف أو أعظم من الابن من حيث الجوهر، لكنها تشير إلى حالة الاتضاع، حالة التخلي التي ارتضى المسيح أن يأتي بها لكي يخلصنا ولكي يفدينا. وعندما ترك هذه الأرض ذهب إلى المجد الذي كان له عند الآب قبل كون العالم.